أعلنت شركة شاومي منذ فترة عن هاتفين رائدين شاومي 12 وشاومي 12 برو بمواصفات قوية وحماسية، بالإضافة إلى هاتف 12 إكس الأقل في المواصفات والسعر. في هذا الفيديو سوف نسلط الضوء على هاتف شاومي 12 برو. يأتي تصميم الهاتف بالأناقة، حيث الواجهة الأمامية تستحوذ عليها الشاشة مع ثقب صغير في أعلى المنتصف للكاميرا الأمامية، ومن الخلف نجد نافذة الكاميرات مستطيلة الشكل أعلى اليسار، وتتضمن العدسة الأساسية كبيرة الحجم وأسفلها العدسات الأخرى مع الفلاش. هيكل الهاتف زجاجي محمي بطبقة من نوع غوريلا جلاس فيكتوس مع إطار محيط من الألمنيوم. يضم الهاتف غرفة بخار وثلاثة أوراق كبيرة من الجرافيت لتبديد الحرارة، لكن لا يدعم معيار رسميا لمقاومة الماء والغبار. أما فيما يخص الشاشة فقد جاءت بمواصفات ممتازة وأرقام تجعلها ضمن الأفضل في السوق. اللوحة من نوع LTPO AMOLED مشبعة الألوان، محمية بزجاج غوريلا جلاس فيكتوس مقاس 6.73 إنش ودقتها 2K، كثافة 521 بكسل الإنش الواحد، تدعم عرض المحتوى بالبعد الديناميكي العالي HDR Time Plus وتقنية دوبلي فيجن، كما أنها تدعم معدل تحديد عالي يصل إلى 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز، ما يمنح تجربة الاستخدام سلاسة كبيرة ويوفر الثاقة. بالإضافة إلى ذلك تأتي الشاشة بسطوع عالي يصل إلى 1500 شمعة، وتحتوي على قارئ بصمة ضوئي مدمج أسفلها لفتح قفل الهاتف. من حيث الأداء، يأتي هاتف شاومي 12 برو بأحدث معالجات كوالكوم الرائدة سناب دراجون 8 الجيل الأول، المعالج 8 نواة والمصنع بدقة 4 نانومتر بسرعة قصوى تصل إلى 3 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات أدرينو 730. الهاتف يأتي بسعة رام 8 و12 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وللأسف لا يدعم الهاتف تركيب شريحة تخزين خارجية ماكرو اس دي. يعمل الهاتف بنظام اندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل. من حيث الاتصال، يدعم شاومي 12 برو تركيب شريحتي اتصال، كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. الهاتف يأتي بمكبرات صوت بالأعلى والأسفل رباعية، ما يعني أنه يدعم تجربة ستريو مميزة، لكن لا يحتوي على مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. أما فيما يخص الكاميرا، قد جاءت الكاميرات الخلفية ثلاثية بعدسة كلها بدقة 50 ميجا بيكسل، الأساسي عبارة عن مستشعر سوني MX707، وتأتي برفقة مثبت بصري وتدعم التركيز التلقائي مع تقنية برو فوكس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متقدم. الثاني عدسة تيليفوتو للزوم تدعم التقريب البصري مرتين، والثالثة عدسة فائقة الاتساع ألترا ويد تأتي بزاوية 115 درجة. تدعم الكاميرا الأساسية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8 كي وبتردد 24 إطار بالثانية، ومقاطع بدقة 4K بتردد 60 إطار بالثانية، وكذلك مقاطع عرض بطيئة بتردد 960 إطار بالثانية بدقة Full HD، وبطيئة جدا بتردد 1920 إطار بالثانية بدقة HD. أصبح التصوير بالنمط الليلي مدعوما في جميع العدسات. أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بيكسل، تدعم البعد الديناميكي العالي HDR، وتستطيع تصوير مقطع فيديو بدقة Full HD بتردد 60 إطار بالثانية. أما فيما يخص البطارية، فقد جاءت البطارية بحجم 4600 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع جدا بسرعة قياسية 120 واط. تقول شاومي أنها تسمح بشحن البطارية بالكامل من الصفر خلال 18 دقيقة فقط، كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، تشحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة فقط، كما تدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط. سيتوفر هاتف شاومي 12 برو بالألوان الأسود والبنفسجي والأزرق بسعر يبدأ من 1000 دولار لنسخة 8 جيجا بايت من الرام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية، وسيتم إصدار الهاتف عالميا بما في ذلك الأسواق العربية والشرق الأوسط. ستجدون في أسفل الفيديو رابط لجمع مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.